السعودية والبحرين واحد، يعني نحتار وين نروح. في كل محل نروح فيه نلقى فعاليات لليوم الوطني السعودي، والحمد لله ما قصروا البحرين. نشكركم جميعا. نقول لهم كل عام وانتم بخير، والسعودية عيوننا ثنتين ومكانهم القلب. احنا يعني اصلنا احنا السعودية، الاصل السعودية، فشيء طبيعي ان نشاركهم افراحهم مثل ما هم يجون يشاركونا افراحنا. كل عام والسعودية بخير. على سلمان. والله مبارك لأحبائنا وشقائنا السعوديين المملكة العربية السعودية، العيد الوطني 92، متمني لهم إن شاء الله ازدهار وتطور ورخاء للشعب السعودي الشقيق، وإن شاء الله تدوم المحبة بيننا وبين السعوديين إن شاء الله. أبارك حق الشعب السعودي والحكومة الرشيدة على هذا اليوم الوطني. حبيت أهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني المجيد الـ 92، وشعب البحرين والشعب السعودي هم يعني عائلة واحدة وأسرة واحدة، واللي يفرحهم يفرحنا. أنا هلا نشوف هيئتي يقول هاي سعودي، يعني الحقيقة أنا بحريني ودمي سعودي، والحمد لله رب العالمين كلنا نبض ونبض واحد. يعني لأن هي دولة هي الأم للخليج كامل، وصراحة يعني هذا اليوم يوم مميز حق الجميع. مبروك عليهم كمال 92، وإن شاء الله يا رب طول الأبد إن تعيش المملكة بأمن وأمان ورقي. إحنا اليوم متواجدين في سوق البراحة، وطبعاً مجلس مطبنية معروف بهذا الشيء، وإحنا جايين نشارك أهلنا السعوديين والشعب السعودي.